ثانيا الأعمال الأثرية اللي هتتم إن شاء الله سواء في شهر يناير أو في أواخر فبراير، ربنا سهل إن شاء الله. حاسس أن الثورة بإذن الله ستصل إلى مرفأ آمن سيادة الوزير؟ مش حاسس، أنا متأكد. متأكد؟ متأكد. أنا مدين للثورة دي بحاجة مهمة جدا. اتفضل. صحيح هي يعني الكرسي اللي أنا قاعد عليه ده لولا الثورة ما كنتش جيت فيه. أنا مؤمن بحاجة زي كده. مؤمن بالثوار جدا. مؤمن بالثائر اللي هو زي ما في واحد مثل ثائر حرق المجمع العلمي، واحد ثائر ضحى بنفسه عشان يخش ينقذ الكتب. كانت تصريحاتك مهمة جدا أنا هحط ده قدام ده. بحطه قدام ده. عشان كده بقول لك أنا مؤمن بالشعب المصري. مؤمن بالشباب الثورة. لأن أنا أولادي منهم. وعارفهم بيفكروا إزاي. وعندي إيمان عميق جدا بيهم. وإلا لو فقدنا إيماننا بالشباب ده خلاص نروح في أي حتة تانية. ما حدش هيقدر يسرق هذه الثورة؟ إطلاقا. إطلاقا. كيف؟ هيسرق شعب كامل؟ تعرف شباب نسبة الشباب قد إيه في مصر؟ هيسرق الشعب كله؟ مش ممكن. تجاوزت 70%. طيب هيسرق الشعب كله؟ مش ممكن. ربنا يعينك وكل سنة وحضرتك طيب وسنة سعيدة لحضرتك والآثار المصرية. وزير الآثار دكتور محمد إبراهيم نورت محطة مصر يا فندم. شكرا وسنة سعيدة على كل المصريين، وخاصة سنة سعيدة على مسيحية هذه البلد، سنة سعيدة على كل شباب هذا البلد، وربنا يعيننا جميعا إن شاء الله. بشكرك يا سيادة الوزير وأسيب حضراتكم الآن مع التقرير عن المؤتمر الصحفي اللي عقد وزير العدل ووزيرة التعاون الدولي النهاردة، أبرز ما جاء فيه، وبعد قليل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الأستاذ حمدين صباحي. ومرة أخرى أؤكد أن هذا القرار كان قرارا خالصا لقاضي التحقيق، لم تتدخل فيه أي سلطة تنفيذية، بل لم تكن تعلم به أي سلطة تنفيذية في مصر، لا المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولا الحكومة ولا أي مسؤول في الحكومة ولا حتى وزير العدل نفسه، لأنه هذا يعني يشكك البعض في نزاهة القضاء المصري، ولكن بالفعل القضاء المصري يتمتع باستقلالية كاملة وكامل النزاهة أيضا، ولذلك كان هذا في إطار صلاحيات قاضي التحقيق. لم يكن هناك أيضا مداهمة أمنية، لم يشارك أي عناصر من القوات المسلحة في التفتيش، ولم تشارك أي عناصر من الشرطة في التفتيش، ولكن طلب من السيد وزير الداخلية أن يؤمن مهمة التفتيش، ولم يكن يعلم، وتستطيعون أن تسألوا السيد وزير الداخلية، لم يكن يعلم طبيعة المهمة المؤمنة، وبالتالي كان وجود عناصر من الشرطة فقط لتأمين التفتيش، وهو ما أيضا يخول القانون لقاضي التحقيق. كل الإجراءات التي اتخذها قاضي التحقيق بدءا من ندب عدد من أعضاء النيابة العامة لتنفيذ الإذن التفتيش قد صدرت وفقا لأحكام القانون، وبالتالي لم يكن الأمر اقتحاما أو مداهمة لها كما صور البعض، ولم تحدث ثمة تجاوزات عند مباشرة هذا الإجراء سواء من النيابة العامة أو من القوة الأمنية المرافقة لها والتي اقتصر دورها على حفظ الأمن والنظام أثناء التفتيش وفي حدود اختصاصاتهم التي حددها قانون الإجراءات الجزائية، مما يوضح أن كافة الإجراءات قد تمت في إطارها القانوني السليم ووفقا للشرعية المستمدة من القانون.